صبحتم مساء مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج حديث الشارع. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن الحملة المرورية الأمنية التي تشهدها مدينة المكلا. أعزائي المشاهدين، تعيش مدينة المكلا حملة مرورية ذو أبعاد أمنية بتوجيهات من مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومكتب الأشغال العامة ومكتب النقل. تأتي هذه الحملة المرورية الأمنية الإرشادية التوعوية والإعلامية بين أوساط المواطنين من أجل ضبط حركة الدراجات النارية والسيارات وغيرها من المركبات الأخرى في مدينة المكلا، وذلك للتخفيف من الاختناقات والازدحام المروري ولتنظيم حركة السير في الشوارع والطرقات العامة، والأهم من ذلك لردع الهجمات الإرهابية اللا إنسانية التي تستغل الدراجات النارية كوسيلة لزعزعة الأمن العام. العميد منير التميمي مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت صرح عبر وسائل الإعلام قائلاً: نحن نعلم أن الأزمة ليست أزمة مرورية وإنما أزمة شوارع وضيق شوارع، فالشوارع لا تزال بحجمها القديم والسيارات المتواجدة أكثر من سكان محافظة حضرموت، لذلك نحن كثفنا كل الوحدات العسكرية وخاصة النجدات والمديرية والوحدات الموجودة في مدينة المكلا لنرفد المرور في أي لحظة يكون الازدحام فيها لهذه الحملة. هذا كان تصريح من سيادة العميد منير التميمي الذي أقول له شكرا على هذه الشفافية سيادة العميد. مشاهدينا، الحملة قد بدأت منذ بضعة أيام قليلة وستستمر حتى الشهر المقبل، فهذه الحملة المرورية ذو الأبعاد الأمنية تهدف إلى إزالة العوائق من الشوارع وفتح طرق فرعية لتخفف الضغط على الطرق الرئيسة، والعمل على إعادة توزيع رجال المرور والشرطة، كما البدء في تفعيل العمل بإشارات المرور الضوئية. مشاهدينا الأعزاء، نكمل وإياكم حلقتنا لهذه الليلة بعد هذا الفاصل. عدنا وإياكم من جديد والحلقة ما زالت مستمرة. خلف هذه الكاميرا يقف فريق عمل رائع. هذا الفريق أعد لنا تقرير حول موضوع الحلقة فلنتابع. تحولت الدراجات النارية في محافظة حضرموت إلى كابوس مزعج أرق الجهات الحكومية والأمنية وكذلك المواطنين، الأمر الذي دفع شرطة السير بساحل حضرموت إلى تنفيذ حملة واسعة مفاجئة على الدراجات النارية الغير قانونية والمخالفة لقانون السير، والتي تشكل إزعاجا وقلقا للسكينة العامة. ومع تزايد أعداد سائقي الدراجات النارية وعدم معرفة معظمهم بقانون السير، يزداد معها الحوادث المرورية المؤلمة التي غالبا ما يكون ضحيتها من الشباب وصغار السن، وذلك بسبب السرعة المفرطة والسير عكس اتجاه الخط والتجاوز الخاطئ وعدم التقيد بضوابط السير. التشديد الأمني والتفتيش أصبح ضرورة هامة لردع العناصر الإرهابية التي تستغل الدراجة النارية كوسيلة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية لزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة، والذي يستوجب على الجهات العسكرية والأمنية التدقيق الجيد ومنح تراخيص وترقيم الدراجات مثل ما كان معمول به سابقا. مدير شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري أدلى بتصريحه لقناة المكلا، وأوضح أن الحملة التي أطلقتها شرطة السير مستمرة، وتم احتجاز حتى الآن نحو 38 دراجة نارية تشكل سببا للإزعاج، حيث تم مصادرة أنبوب العادم وإلزام سائقها بتبديله،
بالإضافة إلى ضبط العديد من المخالفين للقواعد المرورية وأخذ الالتزام والتعهد عليهم. وأشار إلى أن مطلع العام المقبل سوف يتم تنفيذ حملة لترقيم الدراجات النارية، ومشددا على ضرورة تعاون المواطنين وانضباطهم لتوجيهات رجل المرور. تأتي هذه الحملة عقب شكاوي عديدة بعثها المواطنين حول الدراجات النارية التي تمثل إزعاجا للسكينة العامة، وازدياد الظواهر الغير إخلاقية لبعض سائقي الدراجات يراها الكثيرون هي البداية لفرض هيبة الدولة والقانون على الجميع دون استثناء. تحسن كبير يشهده القطاع الأمني وخصوصا مجال المرور في الآونة الأخيرة، وانتشار غير مسبوق لعناصر شرطة المرور لتنظيم حركة السير وضبط المخالفين، يحتم على المواطنين التعاون مع رجال المرور والأمن كونه يعد عاملا أساسيا وركيزة مهمة لحفظ السكينة والاستقرار. عدنا وإياكم مجددا من تقرير حلقتنا لهذه الليلة. دعوني أعقب عليه وأقول: التجديد الأمني والتفتيش أصبح ضرورة هامة وقصوى. هذه الضرورة التي تتحتم على المواطنين أيضا المساهمة والمشاركة والتعاون مع هذه الحملة لردع وكبح أي عناصر إجرامية وإرهابية، فنحن ننشد إلى الأمن والأمان والسلام. نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا وإياكم مشاهدينا مجددا في حلقتنا لهذه الليلة، وموضوع حلقتنا الحملة الأمنية المرورية في مدينة المكلا. قبل الفاصل عرضنا عليكم فيديو الحملة هذه. نحن تقريبا لما طلعناها أو اخترنا أنه نحن نطلع عليها علشان نعمل لها مناصرة إعلامية، هي شغالة في الطرقات كمرور، شرطة السير، إدارة الأمن شغالين عليها، وكمان كأجهزة إعلام التلفزيون. إحنا اليوم طلعنا حلقة، الإذاعات المجتمعية والمحلية كمان شغالة بهذا الموضوع، بتعمل توعية لسائقين الباصات وسائقين الدراجات النارية. كمان المركز الإعلامي الأمني، إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي هناك شغالين بهذا الموضوع. الحملة كمان شغالة على مواقع التواصل الاجتماعي كمان. يمكن بدأ التفكير أو التخطيط أو كما نقول الترتيب لهذه الحملة، إنه زي ما صرح مثل ما صرح العميد منير التميمي إنه الشوارع ما زالت مزدحمة، كمان الزحف العمراني يا جماعة. وفي أوكي معنا على الهواء مدير شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري. مساء الخير. النور، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ أهلا وسهلا، أسعدت بمكالمتك اليوم وأنت معنا كمان على الهواء. أهلا وسهلا فيك أستاذ معمر، ممكن تحدثني عن الحملة اللي تقوم فيها هذه الأيام؟ الحملة المرورية الأمنية التي تشهدها مدينة المكلا هذه الأيام. هو حملة أمنية المكلا، ونحن اختصاصنا في ما يخص جانب المركبات بأنواعها، يعني سواء كانت سيارات أو دراجات سرية. نعم. فنحن عملنا الأسبوع الماضي أحد التوجيهات كثيرة عملي الأمن والشرطة. نعم. حملة توعوية، سواء كان عن طريق الأفراد الموجودين في الشوارع وكذلك في وسائل الإعلام. نعم. وحذرنا من استخدام الدراجات النارية بطريقة غير صحيحة ومخالفة لقانون المرور. نعم. إلى متى ستستمر هذه الحملة سيادة العقيد؟ الحملة استمرت يعني الأسبوع المقبل،
وتم ضبط عدد من الدراجات النارية اللي يستخدموا البزوزات المزعجة في تركيبها. نعم. وتم ضبط عدد منها وإوصالها إلى إدارة المرور. نعم. وعملنا حسب توجيهات المدير عام الأمن والشرطة على أساس أن يغيروا البزوزات، هذا عدم خروج أي دراجة نارية، ولا يزال البزوز المزعج مركب فوقها. نعم. ولكن على أن يحضر بزوز ثاني ويركب البزوز الطبيعي للدراجة وتأخذ التزامات وبعد تحط وثائق الدراجة النارية. نعم. شفتم تفاعل من المواطنين؟ نعم، في تفاعل كبير. تعاونوا معكم؟ تعاونوا معنا. إلى متى ستستمر طيب هذه الحملة؟ هل مثلا هي مزمنة أم؟ الحملة مستمرة يعني إلى أن يتم ترديم الدراجات النارية إن شاء الله إذا مطلع العام. نعم. سوف يتم ترديم الدراجات النارية جميعا، وبعدها يكون ضبط المخالفة فقط، يعني إذا ارتكب مخالفة يتم ضبط المخالفة الذي ارتكبها سائق الدراجة النارية. طيب هل لامستم كإدارة مرور شرطة السير تحسن من ناحية المخالفات، من ناحية المشاكل المرورية بعد هذه البدء في هذه الحملة؟ نعم، في تحسن كبير بعد هذه الحملة، وخصوصا في جانب الحوادث المرورية الدراجات النارية. نعم. كذلك كل أصوات الدراجات النارية المزعجة في الأعراس. نعم. وكذلك في انضباط في إرشادات المرور والتزام خطوط الصف. نعم. طيب نتوقع أنه عام 2019 يكون من غير حوادث مرورية؟ إن شاء الله نتمنى احنا، لكن الحوادث المرورية في كل بلدان العالم يعني، ولكن نحن الحد نقوم بالحد من الحوادث المرورية. إن شاء الله إن شاء الله. سيادة العقيد معمر المشقري، كنت معايا على الهواء، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا شكرا. مدير شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشقري كان معايا على الهواء وتحدثنا. أنا سألته سؤال لطيف، عام 2019 هل سيكون من غير حوادث؟ تمنى أن يكون من غير حوادث. إذا تم العمل بهذه الحملة واستجابة، نحتاج إلى الاستجابة من المواطنين في هذه الحملة، وكما قلت سابقا المساهمة والمشاركة والتفاعل، هذه مسؤولية مجتمعية. أكرر وأقول هذه مسؤولية مجتمعية. السلطة المحلية تعمل توجيهات سواء للأمن أو شرطة السير أو مكاتب النقل ويعملوا اللي عليهم، ونحن كمواطنين أيضا كمان نعمل اللي علينا، نتحمل المسؤوليات كافة، فهي المسؤوليات مقسمة. كمان أنا شفت في التقرير اللي عرضناه يمكن من قبل الفاصل أيضا المدير عذرا العقيد معمر المشقري أعطانا نحن ترقيم في تصريح طبعا خاص لقناة المكلة، الحملة اللي أطلقنا هذه شرطة السير تقريبا قد تم احتجاز وضبط نحو 38 دراجة نارية تشكل سبب لإزعاج للمواطنين ومخالفة. يعني الحملة ما زالت بدأت إلى الآن، يعني بدأت منذ بضعة أيام قليلة وقد ضبطوا حوالي 38 دراجة نارية تشكل إزعاج للمواطنين. أعتقد أنه في جهل بموضوع في اتصال. ألو، مساء الخير. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور والسرور. من معي؟ أيوة، من معي؟ يعاود الاتصال معنا مرة أخرى. في هناك جهل بقانون السير وقوانين المرور.
الشباب المراهقين الطائشين الذين ما يلتزموش بالقوانين هذه، عملوا إزعاج بالمجتمع لبقية المواطنين الآخرين. الحملة هذه في المقام الأول هي توعوية وإرشادية وأيضا إعلامية، إحنا كإعلاميين بنشتغل عليها وبنعمل لها مناصرة. هدف السلطة المحلية وأجهزة الأمن توعية المواطنين وإرشادهم وخلق وعي كافي بالقوانين والإرشادات، علشان في مطلع العام المقبل اللي يتجاوز هذا الشيء أو ما يمشي عليه تقريباً حتكون في مخالفات وحتكون في عقوبات، حيتم تطبيق العقوبات. أنا هنا لا ألقي اللوم على السلطة المحلية، كما يقولون كفت وفت، يعني عملت توعية وإرشاد ومنذ بضع أيام قليلة شغالين في هذه الحملة، وكما قال العقيد معمر المشقري إنه 38 ولا قدر تحفظ الرقم 38 دراجة. في الحقيقة أنا مصدومة، الحملة لها أيام قليلة وحتستمر كمان للشهر المقبل، و38 دراجة تم ضبطها وهي مخالفة، يعني الدراجات هذه مخالفة. أنا شايفة من وجهة نظري الشخصية إنه حملة كهذه لها أبعاد أمنية. المواطنين اللي كما ذكرت سابقا، إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في مركز الإعلام الأمني شغالين على حملات على السوشيال ميديا، وعزيز السائق وعزيز السائق وأخي السائق تحذر وأعمل وأزل العاكس، وأكيد أتوقع أنكم تابعتوها ووصلت لكم أو كمان حتوصل لكم في الأيام المقبلة عبر جروبات الواتساب أو عبر صفحات الفيسبوك. كمان أنا مثلا شد انتباهي أو توقفتني بعض أو نصيحة يمكن اللي هي أزل العاكس، فأنا قلت طيب أنا لما حزيل العاكس كيف ممكن إزالة العاكس تنظم حركة السير؟ فهو الإرشادات في منها إرشادات لتنظيم حركة السير علشان نعمل حلول فعالة من أجل الاختناقات المرورية والازدحام المروري، وفي كمان علشان ردع الحركات أو الناس اللي بيستغلوا الدراجات النارية لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية. فالحملة هذه على قد ما هي مرورية وبتنظم حركة السير، كمان هي لها أبعاد أمنية، وهذا الهدف النبيل والجميل من هذه الحملة والتي راقت لي. وكقناة المكلة أحببنا دعم هذه الحملة ومناصرتها إعلاميا، يمكن عشان هكذا حبينا أنه نطلع حلقة فيها. أنا كنت أتمنى من السيادة المواطنين يتصلوا ونسمع أطروحاتهم ومشاكلهم. أنا فتاة لا أسوق دراجة نارية وأيضا لا أسوق سيارة، فمقدرش أشارككم بهذه الحاجات على قدر ما أنتم ستشاركوني إياها وندردش ونتكلم على الهواء بهذا الموضوع. طيب خلوني أخذ فاصل، نطلع فاصل وتفكروا وتتصلوا بي بعد الفاصل هذا وندردش شوية كمان. استمرارية هذه الحملات ليش ما تنتهي الحملة خلاص؟ يعني كله انتهى، ليش ما يكون في هناك أيضا تقييم للحملة؟ ليش أيضا ما يكون هناك في متابعة مستمرة على الحملة؟ في هناك مخالفات دائما ترتكبها الدراجات النارية، إزعاج متكرر، أداء للمواطنين، ليش ما يكون في ضوابط للمرور أيضا؟ نعم. وكمان ركوب أكثر من شخص في الدراجة النارية هذا يسبب إزعاج أولا، وأيضا يسبب حوادث وكوارث كثيرة. يعني فقدنا الكثير من أصدقائنا بسبب الدراجات صحيح. النارية وعشوائية قيادة الدراجات النارية صحيح. لكننا نريد أن يكون هناك في ضرب بيد من حديد، لا نريد حملة فقط موسمية والسلام. صحيح. طيب عمار، أنت تسوق دراجة نارية ولا سيارة؟ ها؟ تسوق دراجة نارية ولا سيارة؟ أحب أكون دائما راكب أنا.
طيب وسائل المواصلات والنقل التي تركبها هل تحس أنها خضعت للحملة؟ بالنسبة أنا أركب أكثر شيء حكم الحفلات وكذا وأماكن يا عيني. أركب دائما سيارات. نعم. لكن الدراجات النارية كثيرا أسمع من أصدقائي أرى أنه في هناك حملة واضحة في رجال المرور، يعني هناك في دراجات نارية كثيرا صادروها. نعم. لكن في كثير ما صادروها، وفي هناك أشخاص ربما الآن وقت الحملة ما حركوا الدراجات النارية، علشان تنتهي الحملة حيحركوا الدراجات النارية، هنا برضو مشكلة. أولياء الأمور يتوجب عليهم أيضا أنهم يكونوا إلى جانب أبنائهم في توعيتهم. أيضا وسائل الإعلام بكثرة وعي، لا يعني نقف فقط عن موضوع وانتهى والسلام، نوعد كثرة من حين لآخر بفلاشات توعوية، أيضا بوكتبوب معين، بفلاش موب توعوي. كثير من الشباب من المبدعين وخريجين الإعلام، كثير أشخاص مبدعين، لما لا نرى. أيضا يافطات، مانشيتات، كل هذا مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، الفيسبوك، إحصائيات الحوادث النارية بكثرة نرى. يعني أكيد الزن على الودان، المثل المطلوب يقول أمر من السحر. أشكرك يا عظيم، أبغيت أخذ وقت كثير على السادة. طيب آخر سؤال يا عمار جمال، بمناسبة قدوم 2019، إيش هي الأمنية اللي بتوجهها للمشاهدين والمتابعين؟ أنت كمان إعلامي معروف ولك متابعينك. أتمنى دائما على المستوى الشخصي أن أكون عن حسن ظن الكثيرين، وأتمنى أن يكون في هناك نقلة نوعية ونقلة تطويرية في مجال الإعلام. نعم. وأتمنى أن يفود الأمن والأمان ربوع الوطن جميعا. أتمنى أيضا من الأقلام الإعلامية الشابة أن تكون حريصة وحقيقة في مناقشة قضايا الشارع وقضايا المجتمع، حتى نكون جميعا في ركب واحد، كي لا يغني أحد على ليلى ولا يسمع من هنا ولا يكون عنده أي دليل أو أي حاجة، يكون نعم. في هناك كل الخدمة المجتمعية هي حضرموت في الوطن. نعم. أتمنى لك أيضا بشكل شخصي التوفيق والنجاح عبير واكد، علمية رائعة وقلم جميل وما شاء الله عليه، تنور الشاشة وحديث الشارع بيكون بتميز في القادم أجمل إن شاء الله. شكرا عمار جمال. تحياتي لطاقم قناة المكلة المحلية وكل اللي معاك في الكنترول. يوصل السلام يا عمار. في أمان الله. في أمان الله. كان معنا على الهواء الإعلامية عمار جمال، تحدث عن نقطة تأثرت فيها، إنه بسبب الحوادث المرورية والعشوائية والغوغائية هذه التي تحدث من بعد سياقة الدراجة النارية، فقدنا الكثير من الأصدقاء. وفعلا يمكن عام 2018 فقدنا فيها شخصيات يمكن أعرفها على المستوى الشخصي وعلى المستوى أيضا الاجتماعي، معروفة في ساحل حضرموت، توفيت بحوادث مرورية، وكان سبب هذا الحادث دراجة نارية. لن أخوض في التفاصيل، لكن نحن كإعلاميين بالطبع نشتغل على هذه الحملة. الحملة هذه كما قلت هي حملة مرورية لتنظيم حركة السير ولضبط المخالفات، وهي حملة إعلامية وتوعوية وإرشادية للمعرفة بقوانين السير. كمان في نقطة أنا حابة أوجهها، يمكن أستغل أنني موجودة معاكم على الهواء، هي ركوب النساء خلف الرجال في الدراجة. هو مفروض هذا نطلع فيه حلقة لحالها، ولكن بما أنه موضوع حلقتنا عن الدراجة النارية، أود أن أوجه رسالة للمشاهدين المواطنين أنه هذا خطر على حياتها، وأوجه كمان رسالة لشرطة السير وللعقيد معمر المشجري، لو كمان يعملوا هذا الشيء مخالفة لما قد يترتب عليه في المستقبل، هذا كمان محتاج له توعية.
الحملة كما قلت ذو أبعاد أمنية، نحن مش حابين نشوف سلسلة من الاغتيالات التي كانت تحدث من قبل، وكان يعني الأداة اللي يستخدموا فيها الدراجة النارية. نساء ترملت، أطفال تيتمت، وقلوب احترقت من بعد هذه الدراجة التي دخلت في أعمال إجرامية وإرهابية ولا إنسانية. علشان هكذا نشد على هذه الأيادي العاملة في هذه الحملة من مختلف المنتسبين لجهات الأمن وأجهزة الإعلام، وكمان نوجه رسالة كمان للمواطنين أتفاعلوا مع هذه الحملة. مش صحيت عزيزي المواطن من النوم الصباح وانت طفشان ومتضايق وكلمك رجل المرور بنصيحة أو بإرشاد وقمت وخرجت الطفش على دماغ هذا رجل المرور؟ ما ينفعش هكذا، لازم يكون في نوع من اللين ونوع من المرونة والتفاعل مع هذه الحملة، لأنها بالأول وبالأخير من أجلك عزيزي المواطن. رسالتي في آخر الحلقة إلى رجال المرور إلى رجال المرور ورجال الشرطة والعاملين في هذه الحملة، وأقول لهم شكرا لكم. أعزائي، أتمنى عام 2018 يعني كيف أقول أتمنى عام 2018 يذهب بكل سلبياته وبكل حاجة مريرة عشنا فيها. أتمنى لكم سنة جديدة وسنة سعيدة مليئة بالأمن والأمان والاستقرار والسلام، ومن غير اختناقات مرورية ومن غير حوادث ومن غير أي حاجة. كنتم معي أنا عبير واكد، ألقاكم في حلقة مقبلة السبت المقبل. تصبحون على خير.